ايه ده؟ هات الولاعة. لقيتها. اللي بتفكر فيه ده خطر. انت مش يهمك انك تاخد نصيبك؟ اكيد. حلو، هديك نصيبك وفوقي نصيب تاني زي ها. نقرا الفاتحه. نقراها. على الخاين وابن الحرام. على الخاين ماشي، لكن انت متاكد من موضوع ابن الحرام في حالتكو دي؟ هو ايه ده اللي هو ده الحل؟ واحنا هنصل الحاره دي كلها بقى ازاي ان شاء الله؟ هنمشي نلف عليهم نفر نفر نديهم باكات؟ هناكلها لهم، هنحطها لهم في عجين العيش. الحاره ما فيهاش لقم، عشان كده فتحوا الفرن. كله هياكل وكله هيتسطل، وساعتها نطلع الجثه من عند حنيه. ولا اقول لكم، ساعتها مش محتاجين نطلع الجثه. الكلام ده لو ما كناش هنصطلهم، بس طالما هيتسطلوا بقى يبقى نرجع للترتيب الاولاني، هدومه والقطن ونلعبه. بس احنا هنلاقي الحشيش بالكميه دي كلها فين؟ لا ما تبصليش، انا دوبك دول يكفوني اسبوع. لعبتك بقى يا خواجه.